الكريم، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجر العربية الأصيلة. نحييكم في أسبوعنا الثاني لسن الصغار في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 20 من شهر سبتمبر لعام 2024 للميلاد، ضمن انطلاقة أشواط الحقائق في جميع ميادين الدولة لمسافة 2 كيلومترات، وضمن التوجيهات السامية والكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام كبير من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبمتابعة وإشراف عام من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجر والمشرف العام على جميع هذه السباقات بالدولة. على بركة الله وتوفيقه تعلن أول اندفاعات وانطلاقات أشواط الحجائج، 25 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان في انطلاقات واندفاعات 2 كيلومترات عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياس الرياضية. نرحب بكم أجمل ترحيب مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى المركز الأول. هذه هي سمحة، سمحة على المركز الأول، سالم بن علي بن الحيري الاكتبي يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني أيضا تأتي هناك الهبيبة عبد الله بن مبارك أيضا الاكتبي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم بأميرة ليقدم لنا عبد الله بن عامر بن حمد اللي حافي أرباح، ووصلت جنيف الحرب الراشد بن خادم المهيري، بينما هنا نجاح القادمة في هذه اللحظات، هذه نجاح علي بن سهيل بن روس العامري، خذت المركز الخامس، المركز السادس، الوصول أيضا من الفائزة قاسم بن حميد بن محمد الحجري، وصلت الفائزة، وصلت الفائزة في هذه اللحظات. وهناك القدوم من نهيان بن سالم بالغبشي المحرمي يقدم لنا عزة، يقدم لنا عزة، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول. جنيف، جنيف عاشق البحار، عاشق البحار، يتقدم الحر بن راشد بن خادم المهيري، المهيري يقدم لنا هذه الانطلاقة. وصلت نجاح، وصلت نجاح علي بن سهيل بن روس العامري يقدم لنا نجاح، والحجري من الزاوية الأخرى يتقدم جاسم بن حميد بن محمد الحجري مع الفائزة، مع الفائزة. الله 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 الله، شوفوا القدوم، وصل رص أرامس بن سالم بن صالح بن قداد أبناء الجنوب بالسلطنة، القادمين بكل قوة، القادمين بأداء متميز على المركز الأول. هذه معزة، هذه معزة، معزة على المركز الأول، وجنيف للحرب الراشد بن خادم المهيري، معزة، معزة على المقدمة، معزة على المركز الأول. رامس بن سالم بن صالح قداد يتقدم على المركز الأول، يأتي بالمركز الأول، عادة جنيف للحرب الراشد بن خادم المهيري. الله 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 الله، أبناء السلطنة، أبناء الميدان يتقدمون هناك من خلال هذه المنافسة. جنيف، جنيف، ولكن معزة، معزة، سلام السلطنة، سلام، سلام أيضا على هذا الفوز والانتصار لرامس بن سالم بن صالح قداد على هذا الفوز. سلام إلى أبناء هيمة، سلام، أو سلام إلى أبناء ظفار، سلام، وسلام إلى أبناء ثمريت، سلام لرامس بن سالم بن صالح قداد. جنيف المركز الثاني، الحرب راشد بن خادم المهيري. المركز الثالث وصلت فيه نجاح علي بن سهيل بن روس العامري. المركز الرابع كانت أرباح أيضا حمد بن عبد الكريم السعيد. المركز الخامس وصلت أيضا اللي هي كدرية محمد عبد الله بن راشد الكتبي. تهانينا ونام، شوفوا المنافسة حتى الرمق الأخير، دقيقتين 49.9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك معزة رامس بن سالم بن صالح قداد إلى أهالي ظفار وإلى أهالي أيضا ثمريت على هذا الفوز. دقيقتين 50 ثانية وفاء وتماما وكمالا. جنيف الحرب الراشد بن خادم المهيري نجاح في المركز الثالث، دقيقتين 51.1 من الثانية. تهانينا أيضا
لمالك علي بسهيل بروس العامري. المركز الرابع دقيقتين 51 ثانية وخمس أجزاء من الثانية شعار أبو خالد وصل حمد بن عبد الكريم السعيد من يقدم لنا أرباح. بينما المركز الخامس دقيقتين 53 جزءا واحدا من الثانية هي كدرية محمد بن عبد الله بن راشد. الكتبي تهانينا والناموس.